زي ما شفنا يمكن في التقرير ان مساحه المعرض 2700 متر وفي اكتر من 102 محل بانشطه مختلفه. طب عايزين نعرف بقى تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع بالتفصيل من المهندس هشام صفوت مدير قطاع شمال الصعيد بشركه المقاولون العرب المشرف على انشاء معرض شباب مصر ببني سويف واللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا فندم. يعني في البداية حابين حضرتك توضح لينا ازاي تم تقسيم المعرض وكمان ايه ابرز ملامح يمكن التصميم الجديد عشان بقى سوق حضاري بهذا الشكل الجمالي. هو حضرتك المعرض في شكله القديم قبل ما يتعرض للحريق يوم 14/5 كان تم تصنيعه من مواد قابلة للاشتعال وما كانش فيه اي تأمين ضد اخطار الحريق، وده العنصر الاساسي اللي احنا رأيناه في التصميم اللي بدأنا فيه من أول ما جه التكليف من سيادة الرئيس والسيد وزير الإسكان، إن إحنا رأينا التأمين الكامل ضد أخطار الحريق عن طريق منظومة متكاملة لمكافحة الحريق مقسمة على ثلاث مراحل. منظومة الإطفاء الأوتوماتيك، ودي أوريدي بتبقى بتشتغل بسنسور، وانس ما الحريق حصل بيبدأ التعامل أوتوماتيك بدون أي تدخل من العنصر البشري، زائد منظومة يدوية مغطية بسطح المعرض بالكامل عن طريق صناديق حريق وطفايات. والتأمين بقى في المرحلتين بمنظومة التهوية الميكانيكية ومنظومة ذهب الدخان علشان أمنع تراكم أي دخان جوه المعرض في حالة لا قدر الله حصل حريق، وبكده يبقى حصل تأمين كامل بنسبة 100%. ده الجزء الأول أو التعديل الإضافة على التصميم اللي تم للمعرض في شكله الحالي. بالنسبة للحاجة الثانية، التوزيع المداخل والمخارج على المعرض، المعرض حاليا في شكله الجديد بعد انتهاء أعمال التصميم والتنفيذ بقى مزود بخمس دي برضه من عوامل الأمان. طبعا يا فندم علشان أقدر أحقق انسيابية لكثافة التشغيل أثناء عدد ساعات التشغيل للمعرض. المعرض بقى فيه خمس بوابات، ثلاث بوابات رئيسية على الواجهة اللي هي شارع بورسعيد وبوابتين من الواجهة الجانبية، زائد الممرات اللي بتخدم المعرض في الاتجاه الطولي والاتجاه العرضي بعرض مطابق للشروطات مصلحة الدفاع المدني السابعة لوزارة الداخلية. ده كان العنصر الثاني المهم جدا اللي احنا رأيناه في التصميم من داي نمبر 1، ان احنا يكون المعرض مطابق للشروطات مصلحة الدفاع المدني للأنشطة التجارية أو للمعارض التجارية، وده فعليا. فالممرات مؤمنة بالكامل وبعرض 4 متر مطابقة لاشتراطات مصلحة الدفاع المدني. الإضافة الثالثة إنه بقى مراقب بالكاميرات بنسبة 100%. المعرض دلوقتي مسطوط فيه سيستم كاميرات وغرفة كنترول بشاشات عرض مغطية كل مسطح المعرض تمام ومؤمنة. وتم افتتاحه يا باشمهندس. الحمد لله يا فندم، احنا شرفنا امبارح بافتتاح من معالي السيد وزير الاسكان والسيد المحافظ بعد انتهاء الاعمال تماما ودخول المعرض الخدمي. طيب يعني احنا كده نفهم من حضرتك انه تم مراعاه اجراءات السلامه بشكل كبير جدا، ف ايه هي اليات بقى ومعايير اللي هيتم بناء عليها تسليم المحلات؟ احنا عرفنا يمكن من التقرير ان في تقريبا 102 محل. هو اوريدي المعرض مقسم ل 103 محل تمام. الاليه بتاعه التسليم بتتم من خلال الاجهزه المختصه بمحافظه بني سويف عن طريق اجراءات سياده المحافظ وجه بيها لضمان الشفافيه الكامله وتسليم الوحدات للمتضررين اللي كانوا موجودين في المعرض قبل كده. طيب هل في مساحه زايده يا فندم يعني ولا نفس المساحه يا دوب؟ المعرض شباب مصر يا فندم كان مقام على وضعه القديم على مسطح 2700 متر. احنا استغلينا نفس المساحه بالظبط بعد ما رفعنا المخلفات بالكامل، نفس المساحه هي اللي مقام عليها المعرض في شكله الجديد. طيب كانوا كم محل مثلا؟ وده اللي اقصده يعني، هل في زياده في عدد المحلات؟ لا يا فندم، هو نفس العدد بنفس المساحه اللي كانت موجوده قبل كده. احنا اول ما جه التكليف يا فندم اتعمل كذا اجتماع تنسيقي مع المحافظه والاجهزه المعنيه علشان نعرف متطلبات المحافظه ايه بالنسبه للمعرض. خدنا العدد المطلوب، ان كان مطلوب 103 محل في المعرض. كلها كان فيها اشغال؟ نعم يا فندم. كل المحلات ال 103 كان فيهم اشغال؟
هو المعرض بشكله القديم ما كانش محلات، المعرض بشكله القديم لو حضرتك الصور القديمه هي بتاعه المعرض، هو عباره عن بواكي معموله بصوره مش مرتبه بمساحات متباينه جدا، يعني شكل مش مرتب. احنا كل الداتا اللي كانوا طالبينها علشان نبدا التصميم ونحقق الغرض من اقامه المعرض هو المطلوب عدد المستخدمين او عدد المستفيدين كام، فاحنا اوريدي الطلب مننا انشاء 103 محل في المعرض، وده فعلا اللي تم تنفيذه وانهائه. يعني هو قبل كده ما كانش 103 محل، واضح ان كان فيه مساحات متهدره، وانتوا قمتوا ب هو اصل يا فندم هو ما كانش 103 محل، هو كانوا 103 مستخدم او 103. انا اسفه. انا اسفه. لا يا فندم مفيش مشكله. طيب وانتوا قمتوا باستخدام هذه المساحه بشكل امثل، ف بقى العدد الاجمالي 103 محل. هل ال 103 محل النهارده بقى فيهم اشغال بالكامل؟ لغايه امبارح يا فندم كان في مجموعه من المتضررين وصلوا المعرض وبداوا في تجهيز البضاعه بتاعتهم والتمهيد ان هم يبداوا يمارسوا نشاطهم، لكن مش ال 103 وصلوا مره واحده. هو الاجراءات اللي تمت من خلال اجهزه المحافظه تمت من حوالي 4 ايام يوم الجمعه، وفي اوريدي احنا واحنا موجودين في الموقع يوم الجمعه والسبت كان في مجموعه من الشباب المستاجرين كانوا بداوا يتواصلوا معانا وبداوا يجوا علشان يشوفوا المحلات، لان احنا عاملين ترقيم للمحلات لكل محل برقم، وعاملين كي بلان جوه المعرض متوضح عليه ارقام المحلات واماكن تواجدها بالنسبه للبوابات، فكانوا بيتواصلوا معانا من خلال مجلس المدينه وبيجوا علشان يبصوا على المحلات اللي هي تخصصت ليهم علشان يبداوا يجهزوا البضاعه بتاعتهم والحاجه بتاعتهم للفرش. عظيم. باشمهندس حضرتك موجود في شركه او بتشتغل في شركه من الشركات اللي لها باع كبير جدا في الانشاء والتشييد، معدلات التنفيذ كانت ماشيه ازاي؟ بص يا فندم هو احنا في شركه المقاولين العرب دايما بيبقى عنصر الوقت عندنا هو التحدي الاهم، لان كل التكليفات اللي بنتكلم فيها بتبقى مشروعات بنسميها فاست تراك، مشروعات مضغوطه ومطلوب نهوها. فاحنا لما بدانا حضرتك وكان التكليف من القياده السياسيه ان احنا لازم نخلص قبل عيد الاضحى ولازم الشباب يرجعوا اماكنهم قبل عيد الاضحى ويمارسوا نشاطهم، فعملنا خطه العمل ان احنا اشتغلنا بالظبط 40 يوم، ال 40 يوم على مدار ال 24 ساعه فعليا بلا توقف على 3 ورديات. المتوسط عدد العماله كان 630 عامل. قدرنا بفضل الله ان احنا لغايه اليوم المحدد لناه قدرنا نحقق 201,600 ساعه عمل. يعني وقت قياسي اكيد. يعني نشكرك المهندس هشام صفوت مدير قطاع شمال الصعيد بشركه المقاولين العرب المشرف على انشاء معرض شباب مصر ببني سويف، واكيد كل التوفيق للعارضين.